وتيرة أحداث لا تهدأ في تطورات الخطورة فيها، وأرض العراق باتت مفتوحة لصراعات وخطط خارجية، مع أن يحتدم الصراع بين المتناحرين عليها حتى يشهد البلد فتنة جديدة يصعب التكهن والاحتمال في نهايتها، بحسب مراقبين للشأن السياسي المحلي الذين وجدوا بأن العمل السياسي الداخلي هو من أتاح الفرصة لإثارة كل ذلك. أن العراق يشهد حالة من الصراع والنفوذ المتداخل ما بين الدول الإقليمية ودول أخرى من الولايات المتحدة، لكنه المطلوب أمام هذا الموقف أن لا نكون كحكومة وكسياسيين أن لا يقفوا موقف المتفرج، فهناك اتفاقيات دولية يجب تفعيلها، وهناك منظمات دولية كالأمم المتحدة يجب اللجوء إليها في مثل هذه الحالات، وأن لا يكون العراق هو الطرف الخاسر الأكبر في هذه الصراعات. مراقبون آخرون تحدثوا على أن الجميع يصرح بأهمية السيادة العراقية، لكن الواقع يظهر بأن القرار السياسي العراقي مفقود، والدليل ما يجري من تشنج في المواقف الدولية، فأنه يلقي بظلاله على البلد، ومحاولات دول الجوار بأن نيران لا تقترب من أراضيها، فتجعل من العراق هو الصد لأي خطر ممكن أن تتعرض له. تواغل دول إقليمية ودول مؤثرة في المشهد العالمي أثرت على السيادة العراقية وأثرت على الوضع العراقي وأثرت حتى على النسيج العراقي بمختلف طوائفه واتجاهاته. يفترض بأساس العراقيين بأصحاب القرار العراقيين أن يتخذوا موقف موحد وحازم باتجاه أولا إخراج القوات المحتلة الأمريكية وفق بنود الاتفاقية الأمنية عبر قرار من خلال البرلمان العراقي. الأمريكان لهم أنصارهم بالعراق، الإيرانيين لهم أنصارهم بالعراق، العرب أيضا لهم أنصارهم بالعراق، فبالتالي أنت تشوف بالإعلام تشوف هذا مقابل ذاك مقابل سيادة وما سيادة، الأمر أبعد من هذا. يعني تقدر تقول هم مقسمين بين هاي الدول الإقليمية، يعني هسه مثلا أنت البرلمان باكر يصوت على إخراج المحتل، هذا كذب، المحتل ما يخرج. وتستمر الدعوات لاستثمار الوقت بإخراج العراق من أزمة قد يكون ما بعدها خطرا لا يمكن السيطرة عليه. ويرى مراقبون للشأن السياسي بأن الساسة في العراق لابد أن يبتعدوا عن لغة العاطفة والحماس والتشنج لجهة على حساب جهة أخرى، بل لابد أن يكون الولاء والدفاع والقرارات بل حتى التغريدات للعراق فقط. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.